نحييكم من جديد مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر صباح الشروق. ويعني أنا بداية أنا كنت عايز أبدي الفقرة دي بحاجة مميزة، إنها تميز الشاب السوداني وتميز الإبداعات السودانية اللي نحن دائما سعيدين بها. نحن عادة لما نسمع إنه في واحد من الشباب هو اخترع حاجة أو تطور في مجال من المجالات، نحن بنكون أسعد لنا لأنه نحن رافعين شعار حنبنيه. البناء ده ما بكون بالأقاويل وخلافه، لازم يكون بالفعل، بالابتكار، بالتطوير، بالتجديد كذلك. عندما يكون هنالك شخص يعني عنده القدرة على إنه يقدر يخترع شيء معين، على سبيل إنه من خلال هذا الاختراع يقدر يطور به عمل معين أو يقدر يفيد به المجتمع، يفيد به الوطن الكبير. ودي حاجة بتكون بالصوف في مصلحة الجميع، في مصلحة السودان، في مصلحتنا إحنا كشباب ناشئين في مجال آخر جديد. وأنا دائما بقول موكب الآمال يحدوه إلى جيل سعيد، وابتسامات الغد المشرق تبدو من بعيد، إنه السودان يمضي في من العهد الجديد. نحن حسام معنا ضيف عزيز داخل الاستوديو، يمكن الضيف ده من المخترعين الصغار اللي عنده حيكون إن شاء الله مستقبل في موضوع التكنولوجيا والاختراعات إن شاء الله. أكيد محمد، تحية لكل شبابنا المميز جدا وأطفالنا كمان اللي هم لسه ما بنقدر نقول عليهم شباب في المقام الأول، وهم بناة المستقبل وقادة المستقبل، وبيقدموا اختراعات مميزة جدا ومشروعات تحتاج. نحن واحدة من إشكالياتنا الكبيرة جدا في السودان انه بنمشي للمكتبات، بنلقى في عرفه في المكتبات في عدد كبير جدا من الابحاث والمشروعات، حبر على ورق او مجرد سامبولات ونماذج موجوده وخطط مقدمه ومقترحه، لكن دائما تغيب الرعايه، يغيب الاهتمام. دائما احنا الشيء المهم والنقطه الاساسيه اللي محتاجين لها في السودان المستقبل. على العموم نحن سعداء انه يكون معنا المخترع الصغير. المخترع الصغير ده كيف معك؟ كويسه؟ المخترع المميز جدا والشاب، ولا اقول طفل، ايوه الطفل عمر عبد الرحيم، عمر بن عوف، اهلا بك، صباح الخير. صباح النور، كيف احوالك؟ الحمد لله. الحمد لله. عمر بتدرس وين انت؟ بدرس في المدرسه الذهبيه هناك في جبره في تقاطع البيبسي. جبره؟ بدرس في الصف السادس. في الصف السادس السابع؟ السابع. طيب ثاني، الصف السادس ولا السابع؟ السابع. تمام. يمكن يا عمر اول حاجه بنحييك عبر صباح الشروق، وعمر عزيز المشاهد واحد من النماذج الشابه المقترحة اللي قدم يمكن اقتراحات كثيره جدا. من خلال الفقره دي حنتونس معاكم يا دكتور. اول حاجه يا عمر، كلمنا عن بداياتك في الاختراع من انت صغير، الحاجه اللي خلتك، الدواعي والاسباب اللي خلتك تمشي تخترع شنو؟ والله صراحه انا لما كنت صغير كان كل ما يجيبوا لي لعبه، طبعا يعني الطفل ممكن يكسر لعبات وسهل صح، لكن انا كنت بفكفك اللعبات، بشيل منها المواتير والحاجات دي اركبها في البطاريات مثلا حقه الريموت الحاجات زي دي، فكنت اول الصوت يشتغل كده افرح. فالحاجه دي خلت ابوي وامي اللي هم يعني اكبر يعني دور في المساعدة دي، ساعدوني جدا جدا، وشافوا انك مميز في تعاملك مع الالعاب بطريقه مختلفه. قاموا يعني ابوي وفر لي ادوات الكترونيه، يعني ادوات الكترونيه بسيطه، فمثلا وفر لي مثلا الالكترونيات البسيطه دي مثلا اللي هو عباره عن جرس موصل مع بطاريه، موصل مع مسجل، المسجل ده فيه مثلا هسه فيه صوت الشرطه. يعني دي كانت البدايات. ده هو الاختراع ده البداية؟ ده. طيب كده ناخد الاختراع ده ورينا الحصل تورينا له شنو؟ يلا طبعا دي مثلا دي توصيلة بسيطة جدا اللي هي يعني مثلا دي البطارية وده المفتاح مثلا، يعني يقول ده البطارية دي المفتاح، ده المسجل ده جواه صوت الشرطة، صوت عربية الشرطة. طيب وده هنا الجرس اللي حيطلع شنو؟ صوت عربية الشرطة. ده كله بيكون عبارة عن حاجة توصيلات بسيطة. بعدين بدل دي، بدل الحداد الطويلة دي مثلا والحداد القصيرة ده، حيكون في شنو؟ أسلاك. والمسجل ده حيكون جوا الجرس، ما انت بيكون هنا دبره ودبره ودبره، كله بيكون يعني ملموم في حتة واحدة، وبيكون زي بيجينا مثلا في شكل جرس الباب. المفتاح بيكون يعني ده ممكن يكون نموذج مبدئي لجرس الباب. فمثلا عامل مثلا لسه شغال يعني. شغال. ممتاز. مكلفه الحاجه دي؟ والله هو في السودان يعني ما متوفر بصوره جيده يعني، لكن ما قد تكون غاليه جدا.
طيب انت عرفت كيف انك انت مخترع؟ يعني انت كنت زمان بجواك العاب بتقوم تفتشها وبتشوفها، الحاجه دي خلتك انه انت جواك كنت انسان مخترع، والله في حاجه في زول جا قال لك يا والله يا عمر يا اخي من اصحابك من ناس البيت، عمر يا اخي انت زول ممتاز ممكن تخترع حاجه، ادوك الفكره ولا الفكره حقتك براك؟ هي طبعا يعني بيكون نص من دي ونص من دي، فانا بحب الموتورات الحاجات دي، فممكن الموتورات دي تخش في كم حاجه يعني ما ضروري الاختراع. ف بعد ذاك ابوي مي جاء طوروني في المجال ده ممتاز لحد ما وصلت يعني لمرحله كبيره، فهسه انا معاكم. طيب طوروني في المجال بالضبط كان في شنو؟ نوع التدريب اللي انت تلقيته او الطريقه اللي ساعدوك بها الوالد والوالده؟ نحن بنحيي والدتك هي معانا في الاستوديو من الخارج، بنحييها وبنسلم عليها جدا، وكمان تحيه لوالدك ربنا يحفظهم لك ويخليهم لك ان شاء الله عشان تتطور اكبر واكبر وكل ما اكبر تبقى معترف. دايرين نجيب على يعني نوعيه المساعده اللي قدموها لك عشان ما تتطور اكثر، كان في تدريب جروك كورسات بالضبط كان في شنو؟ هو ابوي هسه ابوي يعني خارج السودان في السعوديه فكان بيرسل لي الروابط حقت فيديوهات اليوتيوب والقنوات اختراعات في التعليميه اليوتيوب التعليميه يعني. طيب وامي كان هنا بتفتش في الفيسبوك في الجوجل في اليوتيوب عن شنو دورات تعليميه، فمثلا بدات بسو ميكرز اللي هو علموني فيه الاسكراتش. فالاسكراتش هو عباره عن برنامج انت بتعمل له الفيديوهات القصيره حقت الكرتون، تعمل بيه برضه ممكن تعمل بيه لعبه يعني حاجات كده بسيطه عن اللعبات. فبعدين انت لما تيجي للعبات الكبيره والحاجات الكبيره بيكون عندها برنامج كبير طبعا فاسه غير زي ده، طبعا بيشيل منك مساحه كبيره ذاته في الكمبيوتر صغير شديد. فبعد ذاك يعني تعلمت الاسكراتش واخذنا نبذه عن الادوينو اللي هو اللي بيوصلني للمرحله الكبيره، تبقى مخترع كبير. ابقى مخترع كبير اللي هو الادوينو ده. فبدأت حبيت يعني الاسكراتش برضو بدأت اشتغل في شنو في الادوينو، يعني بدأت افتح في اليوتيوب الادوينو 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 شنو تعريف الادوينو والحياة زي دي. وبعد ذاك يعني ابوي جاب لي ريبوت ليجو، تمام الريبوت ده بتركبه وبتبرمجه يعني برضو كان يعني ما حاجه كبيره وما حاجه متوسطه يعني تمام اللي هو المرحله المتوسطه تمام. يمكن يا عمر واحده من الاختراعات، انت ما شاء الله عندك اختراعات جميله جدا وكثير، واحده من الاختراعات اهتميت بشريحه مهمه جدا وشريحه مميزه ونحن بنحييهم جميعا اللي هي المكفوفين دي، الناس لابد انه نقف معاهم ونساعدهم وهم طبعا يعني قادرين او قادرون على انه يقدروا يتحدوا الصعاب. برضو كلمنا عن عصا المكفوفين الان هي داخل السجن معنا. هي العصا دي اصلا الفكره جات من وين؟ الفكره جات انا كنت طالع من الصلاه فلقيت مكفوف ماشي في الشارع، فانتوا عارفين بعد وقت الصلاه بيكون في الحته شويه فايضه يعني ما في اي زول في الشارع، فقلت المكفوف ده سكته قلت له يا عم انت عارف وين البيت؟ قال لي والله انا ما اعرف، وانا كنت الوقت ذاك ما فاهم انه في حاجه اصلا مكفوف او عميان. فبعد ذاك لما خليته يمشي براه ولاحظت انه شو ما يعني زول ما بيمشي بطريقه زي ما نحن قاعدين نمشي، ولاحظت دوباك انه معاه العصايه شنو بيتحسس بها. فساعدته مشيت معاه لجوا في يعني في الحله لجوا، فلقيت ولد قلت له انت عارف بيت المكفوف ده وين او العميان ده وين؟ قلت له قال لي والله العظيم هناك وصف لي البيت، قلت شفت عمه وديته البيت وجيت راجع. بعدك بعد كم سنة دخلت مسابقة اسمها نيف أو إن إي إف اللاينوستاين القادم، ففي المسابقة دي مسابقة دي هنا في السودان؟ أي هي فرقية عامة. ففي المسابقة دي شفت ذكرت الموقف الفاير حق حق المكفوف وعصايته يعني، فقلت انا هو في كم حاجه ممكن تساعد المكفوف ده يعمل شنو يتحرك بسلاسه. فلما تذكرت عصايته طوالت عملت شنو عملت عصايه المكفوف، عملت انا عملت ثلاثه عصايات. الاولى العصايه كم؟ العصايه الثالثه الاولى اتحرقت ثالث شنو كان حديد، والثانيه غطيتها بالبلاستيك برضه ما سر فقام الثالث حرقت، ودي الثالثه من خشب.
فده كان النموذج الشغال حاليا، وهي يعني هي فيها كم يعني ممكن تساعد كم نوع من المكفوفين. النوع الأول المكفوف اللي بيسمع، والنوع الثاني المكفوف اللي ما بيسمع. طيب هي ممكن تورينا الطريقة كيف استعملها؟ هو المكفوف طبعا بيكون ماسكة العصاية هي كده ماسكة كده تمام، فهي بعدين هسه هي كده بيكون على الأرض يعني بتتكي على هي المكفوف. هسه حاليا يعني هي كبيرة على المكفوف، بعدين حيكون صندوق صغير لما الأدوات تتصغر يعني. فلما أول ما الحساس القدام ده استشعر حاجة طوالي حيدي إنذار، ده النوع الأول للمكفوف الشروق بيسمع. بعد ذاك لو المكفوف ما يسمع هنا فيها هزاز يهتز، هنا اليد بتهتز كده هو بيقيف طوالي طوالي، هو بيقيف في حاجة قدامه، مشى تاني كده لقى حاجة قدامه مثلا طوالي حيعرف إنه الحاجة اللي قدامه دي تاني بالجهة دي، ومشى للجهة اللي بعديها مثلا ما مشى تاني وتاني يقف حاجز كده زي فيها سنسرات سنسرة فيها سنسر فيها سنسر. وبرضه لو المكفوف مثلا ضاع، هو المكفوف اصلا يعني المكفوفين عندهم كم قدره يعني، ما عشان هم عميانين ما بيقدروا يعملوا حاجه كثيره، هم عندهم كم قدره. طيب فاول ما هنا ده الزير جم يده، اول ما يدوس الزير ده حس نفسه ضاع مثلا، نعم حيدوس الزير ده حيرسل لزويه او البراعه انه الزول ده في مشكله في المكان الفلاني، في حيرسلون اللوكيشن طوالي وده بيستلم طوالي طوالته بيكون مربوط بتليفون ولا مربوط بشنو؟ بتليفون. فيها جي بي اس وجي اس ام. طبعا الجي اس ام ده هو بيرسل وين؟ زي النظام حق الواتساب بيرسل رسائل، لكن شنو؟ ما ممكن انت كل مره تكتب لي رساله الا من الكود يعني. فالكود ده هو يعني دقي للموضوع حق جبال الاردويرو، الكود ده انت تكتب للاردويرو كم حاجة عشان هو يعملها، يعني مثلا تكتب له انه السنسر ده لما استشعر حاجة ادي مثلا المكفوف انذار او يولع الانذار، لما السنسر يوقف انت ما يستشعر حاجة يتم طوال شنو الانذار يوقف، مثلا تعمل له حاجة كم حاجة يعني ممكن تعمل له كم شيء كبير يعني ما حاجات بسيطة. فأنا كنت ربطت العصاية دي مع كم جهاز تاني وكتبت الكود، فقام يعني فقمت ربطته مع تلفوني. هسه أنا لو شغلت العصاية دوست الزر ده حيودي لتلفوني، حيعمل شنو؟ حيودي رسالة لتلفوني الأحمر. الأحمر ده والأسود؟ الأسود ده الإنذار. هي شغالة الآن؟ هي شغالة. هاي طيب ممكن تديني نموذج؟ موضوع كتابة الكود دي حاجة صعبة طبعا لأنه مبرمجين كبار، أنا عشان نتكلم عن الكود هسه الاي تي والكمبيوتر حتكتب برضه صوت صوت يا رحمة، بس ده هسه بس في شكله عنده مشكلة هنا السلك. طيب النموذج ده عشان ما يتطور، أول حاجة بعين لحجم العصاية تخيل إنها تقيلة في الوزن بتاعها، هي تقيلة ولا لا؟ من استعمالك لا واضح إنه فيها حبة خفيفة عشان ما تتوفر ودعم الفايده لكل زول محتاج لها. محتاجين لشنو احنا؟ محتاجين يعني محتاجين الاجهزه دي ذاتها هي تصغر يعني بتكون بحجم ده. فمثلا انا لو لقيت شركه او اي منظمه راتني حاقول لهم انه لازم الهلاده تصغر، يعني حكون مثلا يكون هنا الصندوق ده هنا ده مثلا يكون فيه الحاجات اللي هنا دي كلها الجي اس ام والجي بي اس كله يكون بحجم صغير هنا حجم صغير. بعد ذلك قدام حيكون الحساس ده منفصل كده، ما حيكون طبعا ظاهر، يكون منفصل كده حتى للإنذارات الحيادة يعني ما عندها مشكلة تكون ظاهرة عادي لأن أصلا هي صغيرة. فبس يعني ده النموذج ده داري صغير. سجلت أنت في برادة الاختراع ولا؟ أي داري سجل. طيب بالنسبة للدورات التدريبية اللي بتقدم دي، يعني ما في دورة هنا تدريبية في السودان تقدمت مش شاركت فيها، يعني ساعدوك في كيف تطور في فريق هنا في السودان في حتة يعني الزول ممكن ينضم لها، في حاجة زي دي لقيتك؟ كثير طبعا. مشيت؟ أنا عضو في فريق المبتكرين الصغار، أنا زي أقول زي مدرب فعضو في فريق المبتكرين الصغار ممتاز أو مشرف، فنحن بتساعد الناس ديل إنه في طور السودان. عندنا غاية واحدة إننا نرفع السودان ده وين؟ يا سلام إننا نرفع السودان إن شاء الله حترفعوا أنتوا الشباب دي، الآمال معقود عليكم أنتوا إن شاء الله. يلا هسا يعني قبل كم يوم
خرجنا الدفعة الثانية من فريق المستقبل الصغار. نحن الدفعة الأولى خرجنا الدفعة الثانية. الدفعة الأولى كم والثانية كم؟ الأولى نحن خمسة. نقول إحنا أول ناس خمسة أسسنا الفريق، والثانية 15 نفر. بتدرب في مجالات شنو؟ كل المجالات والمجالات معينة. الإلكترونيات. إلكترونيات. الإلكترونيات دي ممكن تحل حياة كثيرة كثيرة جديدة. كثيرة. المواصلات. الطريق أي شيء ممكن تحل حياة كثيرة. فمثلاً أنت عندك ممكن تعمل شنو؟ هسا العربات مترو الأنفاق مثلاً. مترو الأنفاق كانت أول شنو يعني القطار بيكون حتى بيجي شنو تحت الأرض. يعني هي بتحل حياة كثيرة. ممكن يكون شنو المترو أسف الصين بتلاقي المترو ما بيكون هنا مع بعض بيكون طايف اللي هو بيسوي المغناطيس. هو بيمتحن من المغناطيس وبيمتحن من المغناطيس دي برضو بيجيب الكيمياء والإلكترونيات كلها مع بعض. طيب كلام جميل. عاوزين نجيب برضو على مشاركاتك الخارجية. مشيت تقريبا كم دولة؟ لا مرة شاركت فيها؟ لا أسا ولا كان في دورات برا؟ ما تقريبا يعني أو في حاجة جاية زي دي في المستقبل؟ أي في حاجة جاية زي دي في المستقبل. فمثلا نحن فريق المبتكرين الصغار مش بتخرج الدفعة. نحن الدفعة الأولى لسه ما يعني كان في مسابقة لكن أجلوها. أجلوها لأسباب الكورونا يعني. وين كانت؟ في مصر. كانت في اسم البطولة العربية للريبوت أو للريبوتات. فإحنا كلنا مشاركين في البطولة دي. فيعني بسبب الكورونا كده تأجلت. فقلنا شو نعمل فريق المبتكرين الصغار. نخرج الدفعات الجاية شو المسابقة. يعني داريت يكون كل مرة حيشوفونا نحن ناس عمر ناس عمر ناس عمر يكون شو نجيب ناس تاني. طيب أنا داري أسأل عن اختراع آخر أنا ما أعرف هو بيقى على أرض الواقع ولا لا، اللي هو إشارة المرور الذكية. إشارة المرور الذكية هو الاختراع ده واحدة من اختراعاتك. إشارة المرور الذكية دي هي كانت في دورة بعد المسابقة حقت الأسطة المكتفية. كنت دخلت دورة حقت بالدكتور جامعة الخرطوم اسمه دكتور حسن بابا. نعم. فدخلت معاه دورة فقام قال لنا برضو حلوا مشكلة لكن في شنو في الشوارع والحاجات دي والزراعة. فقلت اخذت الشوارع عملت الإشارة المرور الذكية. هي إشارة المرور الذكية دي بتاع شنو؟ هي عبارة عن إشارة فيها حساس. الحساس ده بيحسب عدد العربات في كل شارع. تمام. حسن الحسب هنا 8 وهناك حسب 5 حيحرك 8 حتى يجي يحرك 5. فهو بيحسب طبعا إشارة المرور عالي بيحسب كل العربات اللي يعني مثلا وظل ده كله مليان عربات هو كله بيحسبونه لكن حياخد شنو وقت طويل. فبعد ما يحسبون حيحركوا. فممكن يحرك من كل جهة مثلا كل دقيقتين حيحرك 8 أنفار بدي 8 عربات أو 8 أنفار يتحركوا في دقيقتين. بعد ذاك يوقف عشان يحرك 5 يحرك 3 الناحية الثانية. الناحية الثانية بعد يوزع على حسب يعني ممكن من كلامك إنه الإشارة بتاعت المرور دي على حسب مكان الزحمة بتفتح. يعني إذا في حكاية بتاعت 100 عربية وهنا في عربيتين بتفتح أكثر لل 100 عربية. صحيح؟ صح. ودي محتاجة لها جدا. أنا بنعاني الناس بتكون فيها حسابهم زحمة جدا وماشي دايرة تمشي البيت وفي لحظة بتاع الزر وبكون بيفتح أكثر للناس اللي في الاتجاه الآخر. أي وقت ممكن يكفي دي يفتح دي. ودي برضه يعني بتكون سبب حوادث كثيرة. فهو ده اكتر حاجه محتاج لها الصوره صراحه. محتاج لها شديد. محتاج لها. يعني عمر ما شاء الله يعني اوفيت وكفيت. وحسام انت عندك اضافه؟ يعني العمر انا حقيقه انبهرت بالاختراع الجميل ده وبانه في يعني بالاسره العزيزه اللي دائما واقفه بوراك وبتساعدك وبتساندك في الموضوع. ونتمنى انه الجيل القادم يعني حسام يحمل هموم الوطن وقضاياه ويكون خادم الوطن قدامه من خلال اختراعات من خلال اي حاجه بيساعد في تطوير الوطن. يعني ربنا يوفقك والله. جميل. ربنا يوفقك يا عمر. خلينا نتحرك الفرصه عشان ما ترسل اذا شايف رساله اخيره عاوز تتكلم عن امكانيه الدعم لتطوير مستقبل وتطوير مستقبل الاختراعات دي. ودارين كمان برضو نشوف انت برضو بتشوف المستقبل كيف نظرتك للمستقبل كيف.
والله انا بشوف نظرتي للمستقبل صراحه، نبدا بنظره للمستقبل. انا بشوف نظرتي للمستقبل بالذات السودان، انا دار السودان ده يكون دوله ذكيه صراحه كده، دار يكون دوله ذكيه ان شاء الله يا رب، دار يكون دوله ذكيه. فمثلا حتى في الزراعه يكون ذكي، مثلا انت عندك مزرعه ذكيه عادي يكون في ناس عندهم مزرعه ذكيه مقفله فوق اي شيء، لكن بس يعني مع القتال اصلا اشعه الشمس بالزيت. فدارين السودان ده يتطور في كل المجالات، ما مثلا في الالكترونيات بس، في اي شيء، لو لعب كوره برضه يتطور. فدارين انه يتطور في اي حاجه ممكن، دارين السودان ده يتطور. بس انا لغايته صراحه منتظر 2030 السودان ده يكون على العربات بتطير. يا سلام، ان شاء الله والله بي 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 بالعزيمه والاصرار بنصل ان شاء الله. ان شاء الله. وكلمتي الاخيره انه لاي طفل في اي مجال اصله ما يستسلم مهما كان الثمر، مهما كانت العوائق، مهما كانت الحواجز. هسه عندك انا كان عندي عصا الوقوف دي ما فازت في المسابقه حقت ليف، لكن برضو انا استسلمت وبعدها دخلت كم دوره وكم دوره وكم دوره. نحن في فريق المبتكرين الصغار مرحبين باي زول. اهلا بك كثير، واتمنى لكم التوفيق من خلالك انت كمخترع قادم بقوه، وكل فريق المبتكرين الصغار بنحيي، ونعبرك بنحيي اسرتك الكريمه، وبنحيي كل المبدعين والمبدعات الصغار القادمين عشان ما يكونوا شباب بعدك ما يكونوا مخترعين كبار باعمالهم ما بالسن. طبعا كان هذا المخترع عمر عبد الرحيم عمر بن عوف المخترع الصغير.